يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها، يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها وأفضلها على الإطلاق. وأفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فانظر هذا التوافق العظيم والتناسب الجميل من الإكثار من لا إله إلا الله في ذلك اليوم، وهذا يؤخذ منه عبرة عظيمة وفائدة جليلة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يكثرون من لا إله إلا الله في هذا اليوم، لأن يوم عرفة هو خير الأيام ولا إله إلا الله هي خير الذكر. في الصفحة 52 وقد ثبت في الحديث، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم الدعاء، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام، لأن سيد الأيام هو يوم عرفة، وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله، فالإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق. نعم،